مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج مصر النهارده. ومصر دايما بخير، مصر عمرانه، ومصر هتستقر، ومصر هتبقى احسن، مش كلام لكن بارادتنا جميعا وايد مع ايد ان شاء الله. ناس كتير كلمتني زعلانه من بعض الكلمات التي جاءت على لسان الرجل المهذب دكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء. زعلانين اولا لما اتكلم عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وقال انه رجل بسكويته وقلبه رقيق وعايزين شده، وقال وانا كمان. يعني انا شفتها ساعتها زي ما حسيتها منه انه تعبير يقصد بيه نقاء وصفو ورقي هذا الرجل، يعني ما قدرتش اشوفها غير في هذا الاطار في ظل ضغوط ومظاهرات فئويه ومطالب سريعه ومظاهرات وتجمعات امام مجلس الوزراء وخلافه. فكان بيقول يعني عايز يقول قد ايه الضغط على هذا الرجل. انا قريتها كده، حاولنا نكلم الدكتور يحيى الجمل لكن للاسف مش عارفين نوصل له علشان يوضح، بس لان البعض فهم الجمله وكانها انتقاد للدكتور عصام شرف في مواجهه الدكتور شفيق. انا مش عارف، يعني انتوا اللي بيتفرج بيبقى عنده رؤيه افضل من اللي بيتحاور، ساعتها بنبقى بنفقد جزء من هذا الاحساس الدقيق بتاعكم. لكن كان احساسي ساعتها انه لا يقصد شيء غير المزيد من الاعجاب والمحبه والتقدير، لان كل اللي يعرف الدكتور عصام شرف يعرف قد ايه هو شخص نقي جدا، شخص قلبه ابيض، شخص اقرب الى المتصوفه، يعني يرى الاشياء بعين مثاليه، وده كان واضح جدا. يعني الشخص اللي ما بيهونش عليه يشوف مظاهره او حاله او تجمع الا وينزلوا يتكلم معاه، ده بني ادم مصري بجد، يعني مصري قوي، من المصريين الحلوين يعني. فكان التعبير ربما راه البعض غير مناسب في وصف رئيس الوزراء، لكن في اطار المحبه. والدكتور يحيى الجمل بيشوف نفسه هو كبير المقام وكبير السن، فيعطي لنفسه الحق في تدليل الآخرين. أيضا كلامه عن الزملاء الأعزاء الذي أنتمي إليهم ويشرفني ذلك الصحفيين، لما قال إنهم والعياذ بالله. هو طبعا كان برضو بيقولها بحكم الدلال، علاقة الدكتور يحيى الجمل بالصحفيين عالية جدا. الصحفيين لهم مطالب، زملائنا في نقابة الصحفيين لهم مطالب، عندهم مطالب بتغيير قوانين وخلافه، مش مطالب شخصية. وده هيبقى ملف من ملفاتنا اللي هنتكلم فيها ان شاء الله بعد الانتخابات، هذا حقهم. الاستاذ يحيى قلاش كان عايز يتكلم، والزميل العزيز الاستاذ سليمان عبد العظيم كانوا عايزين يتكلموا علشان يقولوا ان احنا مش والعياذ بالله ولا حاجه، واحنا مش والعياذ بالله ولا حاجه، هو التعبير بس كده بيسموه في اللغه سبق كلام، يعني سبق لغه سبق. فمحدش يزعل، يعني دكتور يحيى الجمل رجل قيمه ونحترمه جميعا، فنلتمس له حسن النوايا. امبارح كان في حد من الاخوه المسيحيين بعت لي يقول لي قول هم مشيوا ازاي، وانا ما كنتش اعرف جزء من المعلومات. اول امبارح لما حصل اللقاء ومجموعه كبيره من المعتصمين امام مبنى التلفزيون مشيوا، فضل مجموعه قليله، جت مجموعه تانية مش عارفين دي ايه، البعض اطلق عليها في بعض الصحف انها بلطجيه، وشبهها بما حدث في ميدان التحرير، واشتبكوا معاهم وحصلت اصابات. في حوالي 20، زي ما قريت انا بقول لكم اللي منشور في الصحف، حوالي 20 نقلوا الى مستشفى رمسيس القبطي لتم علاجهم الحمد لله، يعني ما فيش اصابات خطيره. والجيش تدخل وفض المساله بعد كده، القوات اللي كانت موجوده قدام التلفزيون. من شويه جه مجموعه من الاخوه المسيحيين غاضبين، مش عارف ايه اللي تم، الزملاء بيقولوا انهم كانوا متجمعين امام التلفزيون وتم تفريقهم، ما اعرفش مشوا ولا لا. بلدكم، بلدكم، بلدنا، يعني يا ريت نحافظ عليها، يا ريت ناخد بالنا منها. كل حاجه ممكن تتحل، كل حاجه ممكن تتحل، كل طوبه بتكسر ازاز بيتدفع من جيبي وجيبك، كل عربية بتتكسر بتدفع من جيبي وجيبك، كل شرخ بيحصل في النفس من نفسي ونفسك. فالعقلاء، العقلاء، العقلاء هم الذين سيستطيعون أن يعبروا بنا من هذه الأزمة. موجودين هم دول الأعداد اللي موجودة بره، الزملاء جابوا لي لقطة بالكاميرا
دي الأعداد اللي موجودة بره الغاضبة، أتمنى أن يتم التعامل معها برفق يليق بغضبهم واستيعاب الموقف حتى لا يتكرر ما حدث من قبل. طيب احنا عندنا ايه النهاردة؟ عندي حلقة عامرة ومزدحمة جدا. عندي زي ما وعدت حضراتكم امبارح الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم اللي نجري معاه حوار حالا بعد سريع من الأخبار علشان نعرف مستقبل أولادنا. عندي ناس كتير، كم التليفونات اللي جات من امبارح للنهاردة اللي عايزين يسألوا الدكتور أحمد جمال الدين. هحاول أحقق رغباتكم وأنقل كل أسئلتكم. بعدها مباشرة هيكون معايا السيد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والسيد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. الاثنين في وجهتي نظر في التعديلات الدستورية. يعني أنا شخصيا ناوي أحسم المسألة بيني وبين نفسي النهاردة، عايز أفهم آه ولا لا، نعم ولا لا. المهم المهم في كل الحالات هو أن تذهب إلى صندوق التصويت. لازم تروح ونجرب الديمقراطية لأنها مسؤولية كبيرة جدا. واللي عايز يقول لا يقول لا، واللي عايز يقول آه يقول آه، وكل واحد لوجهته، كل واحد مقتنع باللي هو بيقوله. هتسمعوا الرأيين، هتسمعوا وجهتي النظر، وبعدين اختاروا. بعض كنا ناويين نجيب بعض الشباب، لكن لقينا المناظرة كده هتاخد وقت كتير وهتفقد، مش هنعرف نصل إلى الهدف. الدكتور عمرو حمزاوي بيمثل التيار اللي بيقول لا، وهناخد تليفونات من الطرفين، والتليفونات مش مفتوحة، التليفونات هتكون منطقة، يعني بننقي من هنا حد ومن هنا حد، من الشباب، من المجموعات اللي مكونة مجموعات على الفيسبوك بتقول لا للتصويت، والمجموعات اللي بتقول نعم للاستفتاء، عشان نحاول تبقى الصورة قدامكم كل واحد حجته ايه يا ترى. بس هننتظر شوية لحد ما الرؤية تبان، يبان ليه السيد اللواء ممدوح شاهين بيقول نعم، وليه السيد الدكتور عمرو حمزاوي بيقول لا، نفهم من الاثنين. مساء الخير يا دكتور يحيى. مساء الخير يا خير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله يا دكتور. يا دكتور وصلنا بعض العتب. خير. البعض رأى فيما وصفت به الدكتور عصام الجمل انه تقليل من شأنه، وانا بقول عصام شرف. عصام شرف. عصام شرف نعم. ان حضرتك لما قلت انه زي البسكويت اعتبر ان ده انتقاد. ده انا قلت مداد. ايوه بالظبط. وراجل صافي ونقي. ايوه تمام. وقلت هو طيب وانا كمان طيب، والمرحله عايزه شويه شده. فانا يعني ما قلتش عليه بس اولا ما قلتش كلمه بسكوت، انا ما افتكرتش كلمه بسكوت ديت. ايوه. ما اظنش ان انا قلتها، انما انا قلت هو نقي صافي طاهر. وبعدين انا ما طبعا ما هو التعبير حضرتك قلته، بس انا شفته بمعنى رقيق، يعني بمعنى انساني محب، ما شفتوش بالمعنى الثاني بالظبط كده. لكن العباره انا حتى الصفات ديت ما شاركتش نفسي معاها فيها. نعم. لان انا لا ملاك ولا انا، يعني انا مش زي الدكتور عصام في ملائكيته وفي صفائه، وانا داخل عليه النهارده الصبح لقيته بيقرا في القران. نعم. انما ده انا قلته ان هو راجل طيب جدا وانا كمان طيب، واحنا الاثنين قلبنا فيه رحمه، والمرحله عايزه شيء من الشده شويه. لكن هذا الكلام لم تكن تعني به حضرتك اطلاقا انه غير مناسب في هذه المرحله. اطلاقا اطلاقا بالعكس. لا. هو يعني من اكثر الناس مناسبه لهذه المرحله. طيب ده وانا بقولها صادقا وبامانه، والدكتور عصام يعرف ان انا لست من اهل المجامله. كنت جاملت بتوع زمان يعني. تمام. الجزء الثاني الاخوه الصحفيين زعلانين من والعياذ بالله. لا ابدا، انا بكررها ثاني. بتكررها ثاني دي على سبيل الدعابه والمحبه. على سبيل الدعابه والمحبه. انا قلت انا جورنالجي. نعم نعم. انا قلت انا نفسي جورنالجي. تمام. يعني حضرتك بتحط نفسك معاهم. اه. طيب دكتور يحيى انا بس متعبين قوي يا خير. ما يبقوش صحفيين وما موظفين. لا متعبين قوي. اولا لهم طلبات عديده وعانوا من اشياء كثيره تراكميه عبر سنوات، ولديهم طموحات واحلام، وما شبطوش في حد زي حضرتك مقدر للمهنه وفاهمها. بس انا عايز اكد ان الدكتور عصام شرف حقيقه
عندما اختاره الثوار اختاروا اختيارا سليما، اختيارا يعبر عن انبل ما في مصر زي ما قلت. ما فيش احسن من كده. بشكرك يا دكتور يحيى جدا، بشكرك وازعجناك معلش، بس نحن نسعى الى ان تكون القلوب دايما صافيه، مش عايزين نقعد ندقق في كل حاجه كده وننبش فيها كان وراها مؤامره او خلافه. بعد فقره الثانيه مباشره حلقتنا النهارده عن الأحزاب الدينية، حرية أم خطر على مستقبل الوطن، على الدولة المدنية اللي بنتكلم عنها، ما بتقابلش حد ونتيجة للظهور المكثف والحديث عن أحزاب دينية. تسمع عن الجماعة الإسلامية بتكون حزب وبتتكلم عن دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولدينا حزب الوسط الذي كافح على مدى 15 عاما حتى حصل على حكم نفذ بوجوده في الحياة السياسية المصرية. الإخوان بيتكلموا عن حزب، خلاص قرروا أن يكون هناك حزب، والحديث دائما احنا بنتكلم على مرجعية دينية أصلها الشريعة الإسلامية، تعود إلى الشريعة الإسلامية. هل يا ترى المجتمع المصري في نقلته دي جاهز لاستقبال أحزاب دينية ولا المسألة محتاجة تقعد شوية؟ هل هذه الأحزاب ستؤمن بالفكر السياسي وتبتعد عن العنف اللي شاهدناه في الثمانينات والذي أو في السبعينيات وأدى إلى مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، ولا الفكر أصبح مختلفا؟ هل هذه الجماعات هتقدم أو هذه الأحزاب الجديدة ستقدم تعهدات للناخب للمواطن للشعب المصري إنها حريصة على الدولة المصرية على الدولة المدنية، على انها ستقدم نموذجا مشرفا؟ نحن نتحدث فقط عن الاحزاب الدينيه الاسلاميه، ايضا هناك حزب ديني مسيحي اسمه الاستقامه. مسيحي لان لصاحب الدعوه اليه والذي تقدم بانشاء هذا الحزب شخصيه مسيحيه. هل يا ترى احنا يجب ان احنا نخاف ولا لا؟ يجب ان نبحث عن ضمانات، هل الارض مهيئه الان ولا لا؟ ده اللي هنناقشه النهارده مع ضيوف. هيكون معايا الدكتور ناجح ابراهيم عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه واللي شارك في بكتابه نهر الذكريات المراجعات الفقهيه للجماعات الاسلاميه مع ابرز القيادات في الجماعه، وده كان واحد من اهم مراحل تطور الجماعات الجهاديه في مصر والعالم العربي واللي كان على اثرها تمت المصالحات. هيكون معايا ايضا الاستاذ عصام سلطان المحامي الشهير ونائب رئيس حزب الوسط واللي خض بنفسه معارك كبيرة جدا لحد ما استعاد حزب الوسط حقه في الحياة السياسية. معانا المهندس عادل فخري دانيال ده رئيس حزب الاستقامة، ومعانا دكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. هيكون حوار برضو هنستقبل فيه تليفونات بعد ما نسمع هم بيطرحوا رؤيتهم او افكارهم ازاي. اضفت بس لم اذكر ان المستشار ماهر سامي هيكون معانا في الفقره الخاصه بتعديلات الدستور بيمثل نفس وجهه النظر مع السيد اللواء ممدوح شاهين. اقول لكم بسرعه اخبارنا ايه قبل ما استقبل الدكتور احمد جمال الدين. النهارده اللواء منصور عسوي وزير الداخليه الغى جهاز مباحث امن الدوله بكافه اداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات مصر، وقرر انشاء قطاع جديد بالوزاره بمسمى قطاع الامن الوطني يختص بالحفاظ على الامن الوطني والتعاون مع اجهزه الدوله المعنيه لحمايه وسلامه الجبهه الداخليه ومكافحه الارهاب، وذلك وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته. طبعا